وبعد تزكية سمو أمير البلاد لولي عهده ومبايعة عموم مجلس الأمة له وأدائه اليمين الدستورية، تكون قد استكملت كافة الخطوات الإجرائية، وتكون الكويت قد جددت مرة أخرى طرحها المثالي الاستثنائي الرائد ونموذجها التاريخي الراشد في جو من التحابي والتواد للانتقال السلس الهادئ لمقاليد الحكم في البلاد. فنحن شعب يتعاقب حكامه من آل الصباح الكرام على حكمه بتأييده ومبايعته ودعمه، مسنودين بميثاقين وثيقين وعقدين متينين، عقد الشورى قبل أكثر من 400 عام وعقد الدستور قبل أكثر من 58 عاما. فكانوا نعم الحكام والقادة، وكانوا مثالا للسيادة والريادة، نشروا على بلادهم جناح الفضل والبذل، وحكموها بالمساواة والعدل، ففاضت قلوب الكويتيين بمحبتهم والتفوا حول شرعيتهم، وكانوا خير سند وعون لهم. حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها وترابها، وحماها من المكاره والأخطار، وسدد خطاها على درب البناء والنماء والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، حفظهم الله ورعاهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.